في تفاصيل المعارك على الأرض، هناك جسم طائر يتربص بالغزيين حديثا، لا سيما في محيط مستشفى الشفاء. أطلقوا عليه تسميات عديدة، من بينها الدرون القناص أو المروحية الرباعية. أطباء ومدنيون يحتمون في مستشفى الشفاء أكدوا أن المسيرة الصغيرة تحوم على ارتفاع شديد الانخفاض وتطلق رصاصة واحدة في كل طلعة مستهدفة الناس في الشوارع. وبالفعل الجيش الإسرائيلي يمتلك طائرات بدون طيار مسلحة طورتها شركة محلية اسمها سمارت شورتس. القناصة الطائرة تعرف بسماش دارجون أو التنين الساحق، وهي مشابهة للمسيرات التجارية الجاهزة للاستخدام لكنها أكبر حجما. يمكن تركيب بندقية هجومية أو بندقية قنص على النظام وتشغيله عن بعد، وهو مصمم لإطلاق أسلحة المشاة على أهداف ثابتة ومتحركة في آن واحد أثناء التحليق فوقها. السلاح يستخدم مفهوم التثبيت الفريد الذي يتيح تتبع الأهداف وضربها بدقة بغض النظر عن مدى سرعة التحليق. خفيف الوزن للغاية، وقد شددت الشركة المطورة على هذه الميزة خفة الوزن على اعتبار أن زيادة وزن المسيرة قد يؤثر بشكل ما على قدرتها على تحمل المهمة وأيضا مسألة التكلفة. الدرون القناص يتمتع بقدرات رؤية حاسوبية متطورة، يعمل ليل نهار وبإمكانه القضاء على التهديدات على الأرض والجو والبحر. شركة سمارت شورتس تزعم أن كود كوبيتر أو رباعية المراوح من المنتجات التي لا تستخدمها في غزة، غير أن جورناليزم بوست سبق أن أكدت استخدام هذه التكنولوجيا لإسقاط مسيرات حماس والبالونات الحارقة التي تم إطلاقها في غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.